والله لو في حل ثاني لا أسويه. خلاص تعبت تعبت تعبت، وصلت معي إلى أقصى حد، الحل الطلاق. عندكم حل ثاني؟ أحد يقول لي في حل ثاني؟ تعبت، مشاكل، لا أكل زي الناس، لا نوم زي الناس، لا ليلي ليل ولا نهاري نهار، إلى متى؟ راح عمري، راح عمري وأنا أصبر على هالكذب. صح أني زعلان ومضايق وما ودي، ما ودي والله، بس خلاص شيء لازم أنه يصير. أبي أشوف حياتي، أبي أعيش طبيعي زي العالم، أبي أضحك، أبي أستانس، أبي حياة كريمة. خلت تروح، خلت تعيش حياتها حتى هي. أدري إن الزجاجة إذا انكسرت ما راح ترجع زي كانت قبل، وأدري وأدري وأدري، وأحس خلاص.